هلو هلو، السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل تأسيس القراءة، وده الفيديو نمبر 2. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الشورت اي ا ا، النهاردة إن شاء الله هنتعلم الشورت اي شورت اي. يلا نعمل ريفيجن. ايه هما الفاولز؟ اي 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 او يو، اي 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 او يو، ا اي اي او ا، ا اي اي او ا. وعرفنا الشورت واللونج والفرق بينهم. يلا بسرعة بقى على short e، هنعمل دمج حرف consonant مع letter e اللي بيقول إيه. يلا ب إيه ب س إيه س. ليه قلت س مش ك؟ لأن letter c جه بعديه حرف ال e. e أو i أو y هننطقه س. وبالنسبة للقاعدة دي عملت لكم فيديو عليها، بالنسبة لل soft and hard c د إيه د إيه ف ج ه ج ك ل م ن پ كو ر س ت و و ي ز. Good job. دلوقتي هنضيف حرف ساكن بعد المقطع الصوتي اللي مكون من حرفين. Let's go. Get. Get. J-E-T. Jet. N-E-T. Net. P-E-T. Pet. S-E-T. Set. H-E-N. Hen. M-E-N. Man. P-E-N. Pen. Red. Red. Wait for the next video. Thank you for watching and goodbye.